احتل فيلم الخيال العلمي ستار تريك انتو داركنس الصدارة في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية منذ الأسبوع الأول من عرضه، مطيحا بآيرون مان 3 الذي كان قد حقق ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ السينما. وجمع الفيلم الذي أنتجه وأخرجه جي جي أبرامز والذي يؤدي فيه كريس بين دور القبطان كيرك وزكاري كونيتو دور سبوك الشهير إيرادات بقيمة 70 مليون و 600 ألف دولار. وحل في المرتبة الثانية فيلم آيرون مان 3 الذي يؤدي بطولته روبرت داوني جونيور وجوينيث بالترو جامعا 175 مليون و 300 ألف دولار في غضون 3 أيام. أما فيلم The Great Gatsby الذي أخرجه باز لورمان والذي افتتح مهرجان كان الأربعاء وهو مقتبس من رواية فرانسيس سكوت فيتزجيرالد الشهيرة فتراجع إلى المرتبة الثالثة جامعا 23 مليون و 400 ألف دولار في نهاية الأسبوع و 90 مليون و 200 ألف دولار في غضون أسبوعين.